كنتوا تراو فيه يخدم البر اكثر من يخدم تونس. وهاني مدام باش نجاوبك على برشا حاجات قلتها، هو سبب التخريب نتاع الفلاحه نتاعنا جاي من وزاره الفلاحه. وهو نبدالك نبدالك اول تصدير كان عن تونس 1781، وكان ما خانتنيش الذاكره وقت حمود الباشا. هذه للتاريخ. تو نرجعوا لوزاره الفلاحه. التعاضديه المركزيه للمشاتل والبذور الممتازه، هذول اللي تعرفوها بكل، تم تخريبها من وقت بن علي الى يومنا هذا. شنو الهدف؟ الهدف بذل يد الدوله في حكايه البذور. تقول لي جماعه البر عندنا فيهم الثقه، والا هم جماعه البر كي هما باعوا لنا فاكسان طلع يعمل جد وباللوتوريزاسيون تاع الاو ام اس، شنو هي المشكل؟ ما فهم حتى مشكل. بعد قالك ليها في ديفو في مشكل نحاو، اما باعوا بيت زرقت هذا مشكل. معناتها راهم هما وقت اللي باش يخدموا لوبيات كبار كيما دي سوسيتي انترناسيونال وتخدم لك الدواء تاع العباد وتخدم لك الدواء للبذره بتاعك، فما سؤال يطرح نفسه، زعما الشيخ الدفير ما عندوش علاقه؟ عنده علاقه. زعما السيطره علينا عندها علاقه؟ حاجه اخرى، نرجعك للهند. الهند اليوم الصباح ترجع للحدث في الاخبار، اليوم الهند الصباح حطت الليسته نتاع الدول اللي ماشي تصدر لها لا قمح ولا حتى شيء، حتى البذور زاد فيها تونس ومغرب وجزائر حاطوهم في وسط الليسته. تحنا من تخريب التعاضديات؟ ها باش نعطيك حاجه، التعاضديات كانت عندها قدره باش تلم الفلاحه الصغار اللي ماهمش قادرين. وراهو البرانسيب هذايا تخدم على حاجتين، تخدم على القوانين كما السيد كان يوري فيكم، وتخدم زاد على طريق التمويل. ونرجع للسيد الفلاح الوقت اللي يتكلم يقول لك الفلاح ما عادش خالد، اش عملوا؟ كانت عندك البيانا تم تحويلها، شو ولات تشبه للبنوك الاخرى. ولا الفلاح تاكلوا ماكله باش يفلس. التعاضديه المركزيه للمشاتل والبذور الممتازه كانت عندها جينات كل نحاوهم، بداو ينحيو لها بالفلاح. علاش؟ على خاطر كان فما برنامج وقت بن علي، هو البرنامج انه باش نعطيو للسيكتور بريفي. السيكتور بريفي نحاوهم، شو معناتها؟ معناتها انا هي نتاع البذور كانت تشتغل، كانت اول حاجه عندها دي شون دي بيريفيكاسيون اللي تسميو لي شون دو ملتيبليكاسيون نتاع شنو؟ نتاع الزريعه. 2012 ناخذوا قرار باش نحيو الاراضي هذي وردوها للانتاج، ما عادش عندك زريعه، باش يولي الفلاح ما يمشيش للزريعه، باش يشريك الزريعه ماك الطابلو هذيك لامبورتي. انا سكرنا عليه الباب الاولاني، توا الباب الثاني باش تحلوا له باب على طريق البرنامج مولوك ما فما حتى مشكل، اما خذها امبورتي. اوكي تاخذها امبورتي انت من بعد باش تستحفظ عليها اش لازمك؟ لازم نشريو لك الدواء، نحلوا ابيل دوفر في الدواء ونجيبوا الدواء من برا من عند الشركات الانترناسيونال. وراهي ما تصيرش الحاجه هذيا من غير عباد من داخل، راهي الضربه راهي ماهيش من برا، راهو الحاجه اللي لازم نفهموها، راهي الضربه ماهيش من برا، راهي من ولادنا من داخل. معناتها انت في الابيل دوفر كي تجي تاخذ لي برودوي ما يستحفظليش على البذره نتاعي، والا برودوي ماهوش باهي، علاش؟ قال شنو هو موان ديزون وبرا موان ديزون، اي هو شنو فيه كاليتي باهي. حاجه اخرى، انت كفلاح وقت اللي باش تقبل الصابه نتاعك ما يتعدى للتحليل ولا ايه؟ شنو رايك نضرب لك التحليل؟ وطن طايح. والسيد اللي خدم على طريق لامبورتي خرج له تحليله هي، ومن بعد نجيك نقول لك والله السيد اللي خدم السرعه لامبورتي يخزر التحليل الدايره بالذبي، اما انت سايب عليك تنهزك في الثنيه هذيك. ومن بعد تحويل البيانا باش تولي تاكل الفلاحه يولي يتصير معناتها عمليه تنظيف للفلاحه. حاجه اخرى،
نحب نرجع للبذور هي في حد ذاتها. راه البذور نتاعنا هي بذور صحيح. تقول لي الكلمة عندك بين 3 سنين 4 سنين يتزاد 2 دوغري ابري هكاك في حكاية الكلمة. ساعات البذرة هي في حد ذاتها ما عادش تتحمل وتصير فيها مشاكل. علاش؟ على خاطر الكلمة تبدل. المشكل هذا نتاع الكلمة تونس كانت تنجم تحل. تعرف باش تحلو؟ سهل ياسر. تحل دي سونتر دو ريشيرش و ديفلوبمون. تقاوم التكنولوجيا. يا اخي شبينا نحنا قعدنا كان واقفين في هوسة درزيت، هوسة دردقلة، هوسة تعبت تصدر في التكنولوجيا وتصدر في المعارف وتصدر في حاجات فيها فالور اجوتي. ونرجع لكلام سي كليشيه. شو يقول؟ يقول كي يخدم البر. يخدم البر صحيح. يخدم البر على خاطر البر يحب التاجر، يحب الكونسوماتور. حياتك كله انت تشري على خاطر انت مرشي. انا اللي نصنع فيه البر انت باش تستهلكو. كان انت ما تستهلكوش انا لازمني نحطم لك الستركتور نتاعك الاقتصاديه والفلاحيه وكلها باش في الاخر وكل تقعد انت مرشي نتاعي انا. حاجه اخرى راهو لاحظوا حاجه في الاقتصاد الوهمي. كان تعمل الريشيرش على الاقتصاد الوهمي. الاقتصاد الوهمي هو كل الاقتصاديات اللي تحوز الفلاحه نتاعها بين 2% ل9% من الاقتصاد الجملي. معناتها راهو انت كي تحطني في اقتصاد كما هذايا ما فيهوش الامن الغذائي وتحصرني فك 2 ل9، معناتها انت تحب تصنع مني اقتصاد وهمي باش انا نقعد ديما نرجع لك وديما ناخذ من عندك. الرابور الاخراني اللي تخدم من الفاو شو يقول؟ يقول اللي الافريق باش تكون عندها مشكلة كبيرة ياسر من ناحية القمح ومن ناحية الامن الغذائي. فماشي حاجة. المشكل تعرف وين المشكل؟ على خاطر تم تخريب الفلاحة وخلاونا ناخذوا من برا مع حرب اوكرانيا مع هم يحبوا يستغلونا في الاخر بكل شيء. باش يخليونا نحنا ديما نرجع لبرا نتيجيك باش نقعدوا مساسيو من الاخر. تقعد ديما تساسي وتمد في يدك. علاش؟ على خاطر انا نحكم فيك في حاجتين. انا نحكم فيك في التكنولوجيا وانا نحكم فيك زاده في ماكلتك في كرشك. واذا كان حكمت فيك في كرشك انا نحكم فيك في كل شيء.